شيوخنا نعم الشيوخ السلاطين كسبة الناموس سما المجنة. يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا. وشيوخنا نعم الشيوخ السلاطين كسبة الناموس سما المجنة. حنا ثقيل في المجد سابق وهالحين واللي قرأ تاريخنا ما جهنا. شيوخنا نعم الشيوخ السلاطين كسبة الناموس سما المجنة. يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا. وشيوخنا نعم الشيوخ السلاطين كسبة الناموس سما المجنة. حنا ثقيل في المجد سابق وهالحين واللي قرأ تاريخنا ما جهنا. يا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحسن خلق الإنسان وعدله وألهمه نور الإيمان به وجمله وعلمه البيان فقدمه به وفضله وأفاض عليه خزائن العلوم فأكمله، ثم أرسل ستراً من رحمته وأسبله، ثم أمده بلسان يترجم عما حواه القلب وعقله، ويكشف عنه ستره الذي أرسله، وأطلق بالحق مقوله، وأفصح بالشكر ما أولاه وخوله من علم حصله ونطق سهله. أيها الضيوف الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً وسهلاً بكم في الزواج الجماعي الأول لقبيلة السواعدة لعام 1435 للهجرة. هذه التراحيب قد زفت لكم طربا، وأصبح القلب يرتع فيما في نواحيها. هذه التراحيب لا زور ولا كذب، أقولها ملء هذا الأفق أهديها. يعجز اللسان ويقصر البيان، وما يدري ما يكتب البنان، ليصف الفرحة ويصف الجمع، فلا يدري أبي النثر يبتدي أم به يختم وينتهي، ويجعل الشعر بين ذلكم. فألف ألف مرحبا بكم. اختلفت أوراقي وأعلنت أشواقي سابحة في الآفاق رهائن السباق. لو تعلم الدار من قد زارها فرحت واستبشرت، ثم باست موضع القدم وأعلنت بلسان الحال قائلة: أهلا وسهلا بأهل الجود والكرم. حي الله هذه الوجوه رؤيتها تزيد الأفراح، نسماتها تداوي الجراح، وعبيرها فواح تنثره الرياح على القمم في الليل وفي الصباح. فأهلا ومسهلا بكم، كلما أعيدت على الأيام أهلا ومسهلا، قامت ترحب بالضيوف كلمات ألحانها تتناغم. وأسوق في عبق الأزاهر حلة لضيوفنا يوم الفخار تقدم. أهلا بمن حضروا جميعا، كلما هب النسيم لكل غصن يلثم. رعى الله الأحبة حيث حلوا، لهم في القلب مرتحل وحلوا، خيول الشوق مسرجة إليهم تبارت حيثما ساروا وهلوا. أيها الضيوف الكرام، خير بداية لكل بداية آيات من الذكر الحكيم، يرتلها على مسامعنا الشيخ زايد عمير السويعدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. أكرمه الله بحفظ كتاب الله الكريم، كان من الطلاب المتفوقين على مستوى محافظة الطائف،
التحق بجامعة أم القرى قسم العقيدة، عين معيدا بالجامعة، حصل على درجة الماجستير، وابتعث لنيل درجة الدكتوراه بالمملكة المتحدة. إنه الشيخ الدكتور جابر بن صالح السويعدي، وهذه الكلمة التوجيهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جعل لكل شيء قدرا، وأحاط بكل شيء خبرا، وأسبل على الخلائق رعايته سترا. أحمده تعالى على نعمائه شكرا، وأستسلم لقضائه وقدره صبرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله إلى البشرية داعياً فدعا إلى الله سراً وجهراً. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، لقد اقتضت حكمة الحكيم الخبير سبحانه حفظ النوع البشري وبقاء النسل الإنساني إعماراً لهذا الكون الدنيوي وإصلاحاً لهذا الكوكب الأرضي، فشرع بحكمته وهو أحكم الحاكمين ما ينظم العلاقات بين الجنسين الذكر والأنثى، فشرع الزواج بحكمه وأحكامه ومقاصده وآدابه، إذ الزواج ضرورة اجتماعية لبناء الحياة وتكوين الأسر والبيوت، كما أنه أمر تقتضيه الفطرة قبل أن تحث عليه الشريعة وتتطلبه الطباع السليمة والفطر المستقيمة. إنه حصانة وابتهاج وسكن وأنس واندماج، ويكفيه أنه آية من آيات الله الدالة على عظمته والداعية إلى التفكر في عظيم خلقه وبديع صنعته. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وقد تكفل الله عز وجل بعون من رغب في الزواج، فقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث حق على الله عونهم، وذكر منهم الناكح الذي يريد العفاف. إن الزواج من السنن الإسلامية التي شرعها الإسلام لمقاصد سامية ولتحقيق غايات عظيمة جليلة، وقطعاً هذه الأهداف وتلك الغايات تختل وتضطرب إذا تأخر الزواج وتعطلت مسيرته. لقد أصبح أمر الزواج من كونه قضية شرعية وضرورة بشرية إلى مشكلة اجتماعية تؤرق الكثير، لأنه ارتبط به في كثير من حالاته ما لا يمت إليه بصلة ولا يرتبط به شرعاً وعقلاً. ولقد كثر الحديث عما يصاحب كثيراً من الزواجات من تعقيدات ومصارف باهظة ما أنزل الله بها من سلطان، بل المحرمات والمخالفات والتفاخر والمباهاة والإغراق في الكماليات. وإذا كان مما لا شك فيه بأن الزواج ضرورة اجتماعية لبناء الحياة، فإن مما يعكر صفوه الكلفة والإرهاق التي تلحق بالشاب في ليلة زواجه، حيث أنه يواجه مشكلة في التكاليف التي لا تطاق. وهذا ما يجعل الكثير من شبابنا اليوم يؤجل فكرة الزواج أو يرفضها بسبب الجحيم الذي يلحق به من تكاليفه ومصاريفه. إن البعض للأسف لا يزال يسير على أهوائه وأهواء بعض النساء من أجل إحياء ليلة الفرح والأخذ بخاطر النساء، ويكون الشاب الذي يريد العفاف هو الضحية على حساب تقبل آراء النساء وشروطهن. إن مما لا شك فيه أن تضييق فرص الزواج على الشباب له آثاره السلبية على المجتمعات، وإن مما يسهم في حل هذه المعضلة في مجتمعنا فكرة الزواج الجماعي. فقد نشأت فكرة حفلات الزواج الجماعي وانتشرت عند كثير من القبائل وفي كثير من البلاد العربية والإسلامية، حيث تمثل شكلاً من أشكال المساهمة الفعالة في زواج الشباب والفتيات، بل تمثل حلاً عصرياً لمشكلة ارتفاع نفقات الزواج. إن إقامة مثل هذه الحفلات أمر محمود، حيث يقتصد أهالي المتزوجين في تكاليف الفرح، وخاصة أن الشاب المقبل على الزواج يكون في بداية حياته غير قادر على إقامة حفلة زواجه بتكاليف كبيرة. وليعلم الجميع بأن إحياء الزواج الجماعي
سبب في إقبال الشباب على الزواج والحد من العنوسة بالنسبة للفتيات وتوفير المال على المتزوج وعدم الإسراف والتبذير في الولائم، وكذلك بث الراحة والسكون لأفراد العائلة. وإذا كنا نؤمن بضرورة تشجيع وتسهيل الزواج فلا بد أن نعمل جاهدين على تيسير السبل وتذليل العقبات التي تقف حجر عثرة في طريق شبابنا من أجل أن يحيوا حياة التقى والستر والعفاف. إن البعض قد يكون عنده من المبررات ما يجعله يرفض هذه الفكرة، ولكن لا أعتقد أن هؤلاء يرضون بأن يكونوا حجر عثرة لإخوانهم وأبناء عمومتهم وقبيلتهم، ولا أعتقد بأن يرضوا بأن يكونوا من المبذرين الذين هم إخوان الشياطين. قال تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. إن كل عمل جماعي أيا كان مجاله شيء مفيد ومثمر، وإذا كان العمل الجماعي من أجل تأسيس بيوت وبناء أسر فلا شك أنه يكون أجل فائدة وأعظم أثرا. والأهم هنا أن نشجع أبناءنا وبناتنا على الرضا وتقبل الحياة في بساطتها والتي لا تستحق كل هذا التعقيد. إن من يتأمل حال أكثر الناس في الأعوام الماضية يرى عجب العجاب، فلا يهنؤون بإجازة ولا ينعمون براحة ولا يفرحون في مناسبة من جراء المعاناة التي يعانونها والمتاعب التي يكابدونها. فنريد أن نكون يداً واحدة في الإيمان بفكرة الزواج الجماعي والحث عليها، لأنها بإذن الله ستسهم في حل جزء من المشكلة التي أرهقت كثيراً من البيوت. ولقد جربت الفكرة في كثير من البلاد ولقت نجاحاً باهراً، مما يستدعي منا أن نعمل على استمرارها وعدم انقطاعها، وأن نضع إطاراً واضحاً في وحدة الصف للقضاء على المباهات في إحياء ليلة الزواج تحقيقاً لغايات نبيلة ومقاصد شرعية يحبها الله ويرضاها. وإن مما هو مشاهد وملموس أن التعاون في إنجاز المشاريع الكبرى له أثره الفعال في تحقيقها. النمل تبني قراها في تماسكها، والنحل تجني رحيق الشهد أعوانا. إن لحفلات الزواج الجماعية بالإضافة للمساهمة في تشجيع الشباب على الزواج فوائد أخرى لها أهميتها، ولو لم يكن فيها إلا زرع قيم التضامن والتآزر بين أفراد المجتمع في المشاريع الكبرى والقضايا الهامة لكفى. فيا أيها الإخوة، أملنا ورجاؤنا في المصلحين أن يحاربوا العوائد التي أرهقت الشباب وعطلت مسيرتهم في بناء بيوتهم وأسرهم على تقوى من الله ورضوان، وعلينا بالصدق في العمل والتطبيق. وإننا بهذه المناسبة لنشكر أولئك الذين استجابوا لهذه الفكرة وتسابقوا جميعاً على إنجاحها. وإن دل هذا فإنما يدل على محبة الخير للناس وحب الألفة والتعاون فيما بينهم، وعلى رأسهم شيخ قبيلة السواعدة الشيخ مطير بن مطر السويعد السفياني واللجنة المشرفة على هذا الزواج، كما نشكر اللجان العاملة وأفراد القبيلة فرداً فرداً وكل من ساهم في إنجاح هذا العمل العظيم. ولا يفوتنا أن نبارك العرسان هذه الليلة ونقول لهم: بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير. كما نرحب بضيوفنا الكرام ونشكرهم شكراً جزيلاً على تشريفهم حفلنا هذه الليلة. ختاماً، لنكن على الخير أعوانا ولنتحقق بما أمرنا به ربنا عز وجل، إذ قال وهو أصدق القائلين: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولنعمل بتوجيهات نبينا عليه الصلاة والسلام حين قال: يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار. والله أسأل أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يعصمنا مما يسخطه ويأباه، إنه أعظم مسؤول وأكرم مأمول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبذة عن قبيلة السواعدة يلقيها الأستاذ حامد بن خلف السويعدي. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المكرم رئيس قبيلة السواعدة من بني سفيان، أعيان القبيلة وأفرادها، رؤساء القبائل وأعيانها، الضيوف الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أرحب بكم جميعا أجمل ترحيب في هذا الحفل المبارك للزواج الجماعي الأول لقبيلة السواعد من بني سفيان. هذه القبيلة التي تمتاز بالكرم والشجاعة والتعاون فيما بينها، مما نتج عنه قيام هذا الزواج الجماعي الأول بفضل من الله، ثم بفضل جهودهم والتفافهم حول رئيس قبيلتهم الشيخ مطير بن مطر السويعدي، الذي كان له دورا بارزا في وحدة صف القبيلة والتفافهم من حوله. ويزيد من فخر هذه القبيلة وعزتها أنها من قبيلة ثقيف العريقة التي تشرفت بدعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم حين قال: اللهم اهد ثقيف وأت بهم. وقد ذكر ابن هشام في كتابه السيرة النبوية سنة 218 من الهجرة صورة متكاملة عن ثقيف، خاصة قبل الإسلام وعهد الرسول عليه الصلاة والسلام. تناولت موقف ثقيف من الإسلام منذ ظهوره حتى اعتناقهم له، وأشار المغيرة بن شعبة الثقفي الذي كان قد أعلن إسلامه قبل وفد ثقيف وكان بجانب الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية سنة 6 من الهجرة. ويمثل كتاب ابن سعد الطبقات الكبرى سنة 213 من الهجرة واحداً من الكتب التاريخية المهمة، ويذكر أن إيمان ثقيف جاء بالإسلام جاء عن قناعة راسخة منهم. ويقول الدكتور عاطف بن عباس القيسي في كتابه ثقيف ودورها في التاريخ العربي الإسلامي حتى أواخر العصر الأموي أن ثقيف أسهمت في كافة أنشطة وفعاليات الدولة العربية الإسلامية حتى أواخر العصر الأموي. فظهر من ثقيف أولاً أطباء ثقيف أمثال النضر بن الحارث بن كلدة الثقفي، وكان من أطباء العرب المشهورين ولقب بطبيب العرب. ثانياً الشعراء والنحويين أمثال أمية بن الصلت وغيلان بن سلمة الثقفي، وكان شاعراً وحكيماً. ثالثاً المحدثون أمثال عيسى بن عمر الثقفي الذي برز في الاهتمام بالقرآن الكريم وجد في طلب القراءات وسافر إلى كثير من البلدان والأمصار. وعثمان ابن العاص الثقفي الذي قدم مع وفد ثقيف على النبي وروى كثير من الأحاديث. ونفيع أبو بكر الثقفي الذي روى 132 حديثا. رابعاً قادة ثقيف الذين شاركوا في الحروب والمعارك وهم كثر أمثال أبي محجن الثقفي الذي شارك في معركة الجسر سنة 13 من الهجرة، والمغيرة بن شعبة الذي اشترك في معركة اليرموك وكان معظم الجنود من أفراد قبيلته، ومحمد بن القاسم الثقفي وكان أصغر قائدا في التاريخ قاطبة، الذي فتح بلاد السند في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي من سنة 92 إلى 96 من الهجرة. وبذلك يكون محمد بن القاسم الثقفي المؤسس الأول للدولة الإسلامية في الهند. وقد شاركت هذه القبيلة في حرب المرتدين عن الإسلام أمثال مالك بن عمر الثقفي الذي أرسله أبو بكر الصديق إلى مسيلمة الكذاب لينصحه ويقنعه بالإسلام. ومن ذلك اليوم إلى هذا العهد السعودي الزاهر وهذه القبيلة مشاركة في خدمة دينها وملكها ووطنها كبقية أفراد القبائل الأخرى والشعب السعودي الكبير. أيها الحفل الكريم، أكرر الترحيب بكم مرة ثانية وأشكر شيخ القبيلة مطير بن مطر السويعدي واللجنة المشرفة على الحفل وأعضاء اللجان، كما أشكر بقية اللجان وأفراد القبيلة، أشكرهم فرداً فرداً على تعاونهم وتكاتفهم في هذا وفي إخراج هذا الحفل بالوجه المطلوب. كما أدعو الله العلي القدير أن يحفظ على هذه البلاد نعمة الأمن والاستقرار في ظل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله وأطال في عمره، وولي عهده
والأسرة المالكة والشعب الكريم السعودي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استطاع بحكمته وصبره وبعد نظره أن يجمع قبيلته صفاً واحداً، فحكم شوره وأصدر أمره، واستطاع مع أعيان قبيلته وأفرادها أن يكون الزواج الجماعي الأول توفيراً للمال والجهد والوقت. إنه شيخ قبيلتنا الشيخ مطير بن مطر السويعدي. كلمة شيخ قبيلة السواعدة يلقيها نيابة عنه ابنه الأستاذ ردة بن مطير السويعدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ضيوفنا الكرام، حضورنا الأفاضل، بداية أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني في هذه الليلة المباركة أن أقف أمامكم مرحباً بكم أجمل ترحيب في حفل زواجنا الجماعي الأول، حيث نتشرف هذه الليلة بلقاء الأحبة والأصدقاء والعواني الذي يطيب لقاءهم. حفلنا الكريم لا يخفى على الجميع فوائد الزواج الجماعي وما يوفره من المال والوقت وأسلوب العمل الجماعي والتعاون بين أفراد القبيلة، وهذا ما تم بفضل الله ثم بفضل أفراد هذه القبيلة، فكان أول ثمرات هذا التجاوب زواج 17 عريساً في أول زواج جماعي لقبيلة السواعدة. فباسمي واسم قبيلة السواعدة ومن خلال هذا المنبر أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لكل من شرفنا وشاركنا حفلنا هذا وإلى قبيلة السواعدة على حسن تجاوبهم مع هذا العمل المبارك. كما أقدم شكري وتقديري إلى اللجنة المنظمة لهذا الزواج على ما بذلوه من جهود مشكورة، مضحين بجل وقتهم في سبيل نجاح هذا الزواج. كما أدعو لعرسان هذه الليلة وأقول لهم بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير. وفي الختام أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة اللجنة المنظمة يلقيها الأستاذ منصور بربيح السويعدي. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضيوفنا الكرام وأعيان شيوخ وأعيان وجهاء القبائل، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الليلة التي نحتفل فيها سوياً بزواج كوكبة من شباب هذه القبيلة العريقة، والذين بلغ عددهم 17 عريساً. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهم ويبارك عليهم وأن يجمع بينهما في خير. حفلنا الكريم، اسمحوا لي أن أتقدم باسمي والنيابة عن أعضاء اللجنة المنظمة بخالص الشكر والعرفان إلى قبيلة السواعدة وفي مقدمتهم الشيخ مطير بن مطر السويعدي على الثقة الكبيرة التي شرفونا بها أنا وزملائي أعضاء اللجنة المنظمة بتنظيم أول زواج جماعي لهذه القبيلة، وعلى حسن تجاوبهم مع هذا المشروع المبارك. كما أشكر زملائي أعضاء اللجنة على حسن تعاونهم وعلى الجهود التي بذلوها في سبيل نجاح هذا العمل. وفي الختام أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل حكومة رشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وأن يطيل الله في عمره ويرزقه البطانة الصالحة التي تعينه على الحق، وأن نقف صفاً واحداً ضد من تسول نفسه
العبث بأمن هذه البلاد واستقرارها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصيدة ترحيبية للشاعر صوت ثقيف عايد بن رداد السويعدي. يا مرحبا ترحيبة مستقلة قدمتها للضيف والضيف غالي، ضيف لفى في حلالنا ما نمله، يلقى الشحم وانبهرات الدلالي، يقبل ويقفي ما تقفاه زلة، يشهد لنا المولى عزيز الجلالي حيث الكرم والطيب فينا جبلة، موارث الأجداد فول وتالي، وشيوخنا مثل الحصون المظلة، وضيوفنا وشيوخنا مثل الحصون المظلة، كسابة الناموس نعم الرجالي، ولينعقد حبل المشاكل تحل، هم درعنا الضافي على كل حالي، والمجد له في الثريا تصل، ما همها من هرج قيلا وقالي، أحرار نسل أحرار للخصم علة، إليا صلانا في المواقيف صالي، وإحنا بني سفيان والشكر لله، بيرق ثقيف ومحتمين التوالي، قالا مثبت في الكتب بالأدلة، ما ينمحي شامخ طوال الليالي، مهما نقول الشعر دقه وجله، كل القبائل نعم والراس عالي، صلاة ربي عد وابلا يهله، على النبي المختار فاخر مقالي. وللشعر ضيوف علينا، فمع شاعر ينتمي لقبيلة عريقة بتاريخها ورجالها، رحبوا معي بضيفنا الشاعر ناصر بن دغش القحطاني. باسم رب الكون خالق من عدام، مبدئي فالقول ربي مبدلي، والسلام وثاني القول السلام، والصلاة على الرسول المرسلي، خاتم الرسل الهوادي الكرام، المشفع والشفاعة من ولي، ثم لاله والصحابة الاحترام، ومن تبعهم محسن لا من غلي. قولوا لا إله إلا الله وصلوا على النبي. سعد عمار الحاني وقت الطرب تحداني، سعد عمار الحاني وقت الطرب تحداني، أهد فيها وابني وحط الأول ثاني، وتخير اللي يفرق لقيل صح لساني، أنقى ثمار الكلمة من مفردة بستاني، أهد فيها وابني وحط الأول ثاني، وتخير اللي يفرق لقيل صح لساني، أنقى ثمار الكلمة من مفردة بستاني، أحيان كانها تمرة أو بن من خولاني، لا صرت حول القهوة، لا صرت أحيان كانها تمرة أو بن من خولاني، لا صرت حول الدلة وقهوي اللي جاني، ولا صرت أناجي غيمة أتخير الرماني، والخوخ والكمثرة والفستق اللبناني، أختار ما يطريلي وما يعجب الطرباني، وزين أجمل فكرة وابني بها قيفاني، أختار ما يطريلي وما يعجب الطرباني، وزين أجمل فكرة وابني بها قيفاني، لكن مقامي هذا العفو ما يعصاني، بلي قصور طوله واستقبله بإحساني، لكن أبيله حله ما لبسها إنساني، أصب أبيله حله ما لبسها إنساني، أبيه يقلط صدري تستقبلها أحضاني، أصب لها من دمي فدلال من شرياني، واذبح قعود الحشمة وحيي بالضيفاني، أصب له من دمي فدلال من شرياني، واذبح قعود الحشمة وحيي بالضيفاني، لن الضيوف استثنى
ضيوفي شكل ثاني، شفني أرحب فيهم، وإن كنت من قحطاني كأني واحد منهم سويعدي سفياني. لكن مقامي هذا العفو ما يعصاني، بليا قصوره طوله واستقبلها بإحساني. لكن أبي له حلة ما لبسها إنساني، أبيه يقلب صدري تستقبلها أحضاني، أصب له من دمي في دلال من شرياني، واذبح قعود الحشمة وحيي بالضيفاني. لأن الضيوف استثنى، ضيوفي شكل ثاني، شفني أرحب فيهم وإن كنت من قحطاني كأني واحد منهم سويعدي سفياني. فيا مرحبا يا ربعي. لأن الضيوف استثنى، ضيوفي شكل ثاني، شفني أرحب فيهم وإن كنت من قحطاني. فيا مرحبا يا ربعي، ثم ارحبوا يا أخواني، ترحيب تم مصطكة للقاصي قبل أداني، للي وقف ويحيي من الصدر للبيباني، واللي مسك له دلة وصب الغلا فنجاني، واللي يقلط ضيفه ويفرش له الأحضاني، الطفل لعب وإخوانه ويشايب يقول الذاني، للجنة اللي تعبت والشيخ والأعواني، شيخ مفعوله تحسب الربعة مدى الأزماني، مطير راع الفزعة واللي حصل برهاني، شيخ مفعوله تحسب الربعة مدى الأزماني، مطير راع الفزعة واللي حصل برهاني. جمل فصاي الربعة من أحفاد للجداني، شوفهم كأنهم حوله قايد وسط ميداني، بلا تفرقه وشحنه الجبر والشيخاني، حنا جمعتنا الملة ودين النبي العدناني، دعني من أهل الفتنة حطونا كالعدواني، يفخر بذبح المسلم في ذاك الزمان الفاني، يصيح أنا أفعل وأترك وأنا اللي كاني ماني، يقول جدي عنتر هو فارس الميداني، وعنتر عبيد معتق لو يرتفع له شاني، فالجاهنية كافر تدريبها العرباني، يقول جدي عنتر هو فارس الميداني، وعنتر عبيد معتق لو يرتفع له شاني، فالجاهلية كافر تدريبها العرباني. يا ناس يكفي زعمه العنصرها شيطاني، يا ناس يكفي زعمه العنصرها شيطاني، تنفخ بعقل الجاهل وتفجره بركاني، تنفخ بعقل الجاهل وتفجره بركاني، حنا بمس الحاجة للاجتماع الباني، اللي يخلي عدانا تحسب لنا حسباني، واجمل تجمع شوفه يمثلها شباني، اللي جمعهم فكرة وراين حكيم حاني، 17 متزوج صفوا كما البنياني، ما شاء الله كانهم نيمس البرن والإيراني. يا ناس يكفي زعمه العنصرة الشيطاني، تنفخ بعقل الجاهل وتفجره بركاني، حنا بمس الحاجة للاجتماع الباني، اللي يخلي عدانا تحسب لنا حسباني، واجمل تجمع شوفه يمثلها شباني، اللي جمعهم فكرة وراين حكيم حاني، 17 متزوج صفوا كما البنياني، ما شاء الله كانهم نيمس البرنو الإيراني، ثاروا في وجه الحاسد وعموه بالدخاني، دخان طيب اللابه سفيان أهل الشاني، ذروة ثقيف النخوة سقم العدو القيوماني، ثاروا في وجه الحاسد وعموه بالدخاني، دخان طيب اللابه سفيان أهل الشاني، ذروة ثقيف النخوة سقم العدو القوماني، من الشفا لتهامه العمد والسيساني، أفعالهم كالغيمة تمطر على الشفياني، بوبل الكرم والطيبة وتسيل في الشعباني، وما تاقف إلا رحمة فنيات بالأحضاني، أفعالهم كالغيمة تمطر على الشفياني، بوبل الكرم والطيبة وتسيل في الشعباني، وما تاقف إلا رحمة فنيات بالأحضاني. سفيان أهل الفزعة والمحزم الملياني،
أطيب من أطيب طيبة، وأحشم من أحشم حاني، أكرم من أكرم مكرم، وأصلب من الصفياني، أعقل من أعقل عاقل، وأجهل من الجهلاني. الفزعة بيدي الفارعة بيديهم اللي قناها قاني، من بذك البو عطفه وزهابها العماني، والنادرة تلقاها في محزم السفياني. سفيان أهل الفزعة والمحزم الملياني، أطيب من أطيب طيبة، وأحلم من أحلم حاني، أكرم من أكرم مكرم، وأصلب من الصفياني، أعقل من أعقل عاقل، وأجهل من الجهلاني. الفارعة بيديهم اللي قناها قاني، من بذك البو عطفه وزهابها العماني، والنادرة تلقاها في محزم السفياني. والله والله لو أسرد لبطي والوقت ما كفاني، لأن الإطالة تتعب ويملها العجلاني، لذا أبختم قولي بدعائي للعرساني. يا ربي يتوفقهم بالخير والإحساني، ويجعل فعل الواحد المال والورعاني، وفي حول يحسب منهم 17 سفياني. كما لأبناء عمومتنا مشاركة شعرية لشاعر كان لقبيلته سبق إقامة الزواج الجماعي لقبيلة بني سفيان، فمع الشاعر ياسر بن عبد الله فاضل المنصور السفياني. مساكم الله بالخير جميعا. في البداية أحب أن أبارك لقبيلة السواعدة من بني سفيان من ثقيف على نجاح هذا الحفل الباهر، ولهم مستغرب عليهم الطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. العمر موجز والحياة التفاصيل، وكل على منهجه يعطي دلالة، والشاعر اللي ما يوقف على حيل يدفع على شعره ويرخي رياله. العمر موجز والحياة التفاصيل، وكل على منهجه يعطي دلالة، والشاعر اللي ما يوقف على حيل يدفع على شعره ويرخي رياله. وانا هجوسي كأنها ندر الخيل، سلالة يا حيها من سلالة، آقف لها حشمة وشيمة وتبجيل، والماقف الغصاب جاني مجاله. يا مرحبا رحب السعد والمواصيل ترحيب، هبت ريحه أول وصاله، يسوق روح يسوق ريح البن والمسك. يا مرحبا رحب السعد والمواصيل ترحيب، هبت ريحه أول وصاله، يسوق ريح المسك والبن والهيل والعود الأزرق والعلوم الجلالة. في حلة اللي يكرمون الرياجيل والضيف لا من زارهم حيفاله. يا مرحبا رحب السعد والمواصيل ترحيب، هبت ريحه أول وصاله، يسوق ريح المسك والبن والهيل والعود الأزرق والعلوم الجلالة. في حلة اللي يكرمون الرياجيل والضيف لا من زارهم حيفاله. سواعده سواعده كل ما قيل، في غيركم من شعر مرخوص حاله. سواعده سواعده كل ما قيل، في غيركم من شعر مرخوص حاله. الله لا يهينك، مقداركم ما هو بكثرة تماثيل، يحدكم في الصدر جاله وجاله، تنهل من ورود الضوامي مناهيل، عد القراح اللي شربنا زلاله، تنبت فخر ما هي بتنبت محاصيل، ساس الوفا والمعرفة والجمالة. أفعالكم تعدل على الميل بالميل، وجنانكم
ياقف بوجه الجهالة اللي رضيتم للعدالة مداهيل واليا زعلتم درجية عدالة. أفعالكم تعدل على الميل بالميل وجنانكم ياقف بوجه الجهالة اللي رضيتم للعدالة مداهيل واليا زعلتم درجية عدالة. وأهل الكبود الحاقدات المغاليل أريد أخاطبهم بفحوى رسالة مدري يحذفون الجبل بالفناجيل ولا يغرفون البحر بالبيالة. غنوا على موال يا عين يا ليل ما هم على ذرية آدم وكالة البعيدين عنكم. وأهل الكبود الحاقدات المغاليل أريد أخاطبهم بفحوى رسالة مدري يحذفون الجبل بالفناجيل ولا يغرفون البحر بالبيالة. غنوا على موال يا عين يا ليل ما هم على ذرية آدم وكاله. سواعده ذولا شموخ الرياجيل يوم ان ولد اللاش مالي وماله. سواعده ذولا شموخ الرياجيل يوم ان ولد اللاش مالي وماله. من عزوة مثل السيوف المصاقيل ربعي بني سفيان ساس الأصالة نارد على حياض المنايا مساطيل من السطر معطينا الأثمالة. نارد على حياض المنايا مساطيل من السطر معطينا الأثمالة. كابر بعد كابر وجيل بعد جيل نسقط جلاله لجل صاحب جلاله. حنا ثقيفة الرجال المشاكيل رجالنا ينطح قبيلة لحاله. حنا ثقيف أده الرجال المشاكيل رجالنا ينطح قبيلة لحاله. من دون قاصر فالعرب دون تضليل كل على الطالة طويله حباله. تمت وصلى الله على صفوة الجيل وبيته وأهل بيته وصحبه وآله وسلامتكم والله لا يهينكم. شاعرنا القادم محمد بن سالم الحساني الهذلي فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله، مساكم الله بالخير. نهني قبيلة السواعدة باسمي وباسم قبيلة بني حسان وربعي هذيل، وهذه القصيدة تعتبر مشاركة. يا ضميري تهيض بجزيرة القصايد حكم الشعر بها ونكب غير اندفاعي. يا سلامي عليكم بحسين الردايد جيتكم بعد جاني من هل الحافل داعي. يشمل ضيوفكم عده جزل وزايد حشمة للرجال أهل الصدور الوساعي. وجيب اللي بني سفيان قوما جوايد عزوة ذكرهم ما قطع في الوقت ضاعي. بياض الله كلو جيهكم يا لساعد وحدوا شورهم سووا زواج جماعي. نعم بمطر شيخا من عدود عدايد عرف فيك حكمة يا طويل الذراعي. في جنوب عزاته في نهار الشدايد والمواقف في المواقف دايم
يا علام الله شجاعي، علمكم فاخر مردوده يضوي فوايد، لما تشامل تشرى بالذهب ما تباعي، جعلها كل عاما للقباي العوايد الزواج الجماعي، فكرت كل واعي مملكتنا بخير وللوطن فيه رايد، واخوتك اللي بهم في بلدنا سباعي، جيت اشارك على الهذلان ماني محايد للقبايل، وهذا الحفل يرعاه راعي، والفي مبروك الله يبقيكم، والفي مبروك للفرسان بعد زايد، عد من طافي بالكعبة ومكان ساعي، والخاتم يا صلاتي عدي ملعيد عايد لنبي نهار الحشر، لنبي نهار الحشر عند شفاعي. سلامتكم. كانت بدايته الشعرية في الصف السادس الابتدائي، له مشاركات شعرية في العديد من المناسبات ومنتديات بني سفيان، مشرف على قسم الشعر والشعراء في منتدى الراجز. إنه الشاعر شرب بن مقبول السويعدي. بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير جميعاً. نرحب بالضيوف الكرام من جميع القبائل ونقول لهم حللتم أهلاً ووطأتم سهلاً، ونهني ونبارك لفرسان هذه الليلة المباركة، ونتمنى لهم التوفيق، ونشكر شيخ قبيلة السواعدة وأعيان القبيلة وأفراد القبيلة فرداً فرداً، والشكر موصول لأعضاء اللجان المنظمة لهذا الحفل، ونقول لهم شكر الله سعيكم وجزاكم الله ألف خير. إعداد ما هلت من المزن زخات، وإعداد ما نبت الورق فالنوامي، وإعداد ما ضوت ليالي المسرات، وإعداد ما فاحت دلال الكرامي، يا مرحبا ترحيبة تشرح الذات، ترحيبة التقدير والاحترام، عند الكرام أهل الدها والبطولات، قوم لهم في الشرق والغرب حامي، ثقيف معروفه في كل الثقافات، وسيوفهم عند اللقا ما تضامي، من عدلهم قادوا عراق الحضارات، وانوارهم عرت ظلال الظلام، نور الخلافة في دجى المد الهمات، نور الخلافة في دجى المد الهمات، يوم اغلب الأعراب للجهل ضامي، حصن الشجاعة وابتكار السياسات، أصحاب رأي وشيخهم ما يسامي، من عصر بن محجن وليث الزعامات، وأيام أبو القاسم عليها الرحامي، الشام تعرفهم وقدس الرسالات، والفرس تعرفهم وروم المدامي،
نفخر ولا ننزل مع العنتريات. تاريخ والتاريخ سرده نظامي. نفخر ولا ننزل مع العنتريات. تاريخ والتاريخ سرده نظامي. أفعالنا تثبت جميع الروايات، وامجادنا حجة نهار الخصامي. يا الله تكفينا الفتن والضلالات، وتجعل تنافسنا لنشر السلامي. واختامها صلوا وزيدوا الصلوات على رسول الله خير الأنام. سلامتكم. اسمحوا لي بقصيدة هي إهداء متواضع مني لقبيلة السواعدة بهذه المناسبة. سواعدة وأفعالهم ترفع الرأس، وكبارهم وصغارهم فوق راسي. وقفاتهم مضرب مثل حزة الباس، وعزومهم مثل الجبال الرواسي. لو للكرم دوري وللمرجله كاس، تاخذ بدال الكاس 20 كاسي. باخلاقهم صاروا للامجاد نبراس، والدين دستور الذكي والسياسي. للجار نعم الجار عزوه ونوماس، والغدر ماله في وطنهم مراسي. أمدح ولا زكي القبائل والأجناس، لكن ربعي طيبهم ما يقاسي. لا فجروا مسلم ولا فجروا ساس، وموالهم ما هي غسيل المآسي. قلوبهم من طهرها مثل الألماس، والحقد فيها ما لقي له كراسي. وجيههم تقرابها صدق الإحساس، ودقونهم فيها العفاف القياسي. شجعان دون الحق إذا ذلت الناس، وبارودهم يقبس على كل قاسي. يا الله يا محصي الثواني والأنفاس، تهدي بقوة قدرتك كل قاسي. سلامتكم. ولشباب الشعر تواجد وحضور، نقدم لكم الشاعر الشاب فارس بن سحيم السويعدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير ويا مرحبا بالجميع. يا مرحبا ترحيبة جزلة تشد الانتباه، ترحيبة من هاجسي يسمع صداها من حذر، ترحيبة باللي حذر من كل دار وكل جاه. يا أهل الوفاء والمعرفة من بدو ولا من حذر، إعداد همال المزون وبرق يلمع في سماه، وامطر وسال السيل من عقب المخايل والمطر. في حفل ربعي مكرمين الضيف لا جاهم نباه، عادات ربعي فعلهم يذكر وحنا نفتخر. رجال من ربعي يقابل له قبيلة من عداه، ما يعرف الذلة ولا عمره توخر وانقصر. رجال من ربعي يقابل له قبيلة من عداه، ما يعرف الذلة ولا عمره توخر وانقصر. عدونا ما ذاك غير الموت من رمح الرماه، لا جاه من يد السنافي واستوى وسط النهر. عدونا ما ذاك غير الموت من رمح الرماه، لا جاه من يد السنافي واستوى وسط النهر. حنا بني سفيان والتاريخ في صم الصفاء، تاريخنا يشهد لنا والحمد لله والشكر. حنا بني سفيان والتاريخ في صم الصفاء، تاريخنا يشهد لنا والحمد لله والشكر. تاريخنا شامخ يشرف كل قراين، قراه تاريخ ربعي ينذكر في صبح ولا في عصر. تاريخنا شامخ يشرف كل قراين، قراه تاريخ ربعي ينذكر في صبح ولا في عصر. شيخ القبيلة لا وقف، وقفته ترفع مستواه، يوم العدو ازداد قهره في حضور بن مطر. شيخ القبيلة لا وقف، وقفته ترفع مستواه، يوم العدو يزيد قهره في حضور بن مطر. واليوم حنا في رخاء والمجد شيدنا، واليوم حنا في رخاء والمجد شيدنا ابناه.
في ظل حكام الجزيرة حكمهم ساد وظهر. آل السعود أهل العدل والدار يعطي من عطاه، الخير عم وساد ثم ازداد والشر انعثر. واليوم في حفلة تميز وارتقى في مستواه، حفلة بني عمي حزامي تاج راسي والظفر. واليوم في حفل تميز وارتقى في مستواه، حفلة بني عمي حزامي تاج راسي والظفر. نزف آيات التهاني والبشاير في سماه، لكل فرد وكلكم ساس المراجل والفخر. وافراحنا ما تنوصف والشعر والصم محتواه، والشاعر اللي يوصف الفرحة من أبعاد الفكر. واختامها صلوا على اللي خالق الكون اصطفاه، محمد المبعوث من رب وشفيع للبشر. سلامتكم. شيلة ترحيبية، كلمات وألحان وأداء الشاعر عايد بن رداد السويعدي والشاعر ماجد بن حميد السويعدي. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 لا. بسم شيخ انت عزوة والرجال تجيب القبيل استجابة واجبها. بسم شيخ انت عزوة ترحيبتك
مسرور بتشريف الرجال الليلي يا حلات نكرمها هلا يا ليلي يا ليلة السعد كلك فرح وسرور بتشريف الرجال الليلي يا حلات نكرمها عمر برعاية الله ليلنا في المحفل المشهور ولي قومن على الشدات ما ترخي ما حازمها عمر برعاية الله ليلنا في المحفل المشهور هلا يا مرحبا ترحيب وافي والرجال حضور على نجا الكرام وصافي الخاطر نقدمها هلا يا مرحبا ترحيب وافي والرجال حضور على نجا الكرام وصافي الخاطر نقدمها نكمل ضيفنا واللي نصانا ما يجيه قصور هذا منهاجنا في حاضر الدنيا ومقدمها نكمل ضيفنا واللي نصانا ما يجيه قصور هذا منهاجنا في حاضر الدنيا ومقدمها تجمعنا لخدمة بعضنا وشدارنا معمور ووقفة واحدة والقوم ما نرضى تقسمها تجمعنا لخدمة بعضنا وشدارنا معمور ووقفة واحدة والقوم ما نرضى تقسمها بدبرة شيخنا شيخ الله الهيبة حكيم الشور قوي الباس في الشدات والوقفات يحسمها بدبرة شيخنا شيخ الله الهيبة حكيم الشور قوي الباس في الشدات والوقفات يحسمها ولا من نزهة منا ما تخاذلنا نجيب الفور ونقف وقفة كل العرب تحسب تليمها ولا من نزهة منا ما تخاذلنا نجيب الفور ونقف وقفة كل العرب تحسب تليمها قبيلة من بني سفيان من ماضي زمن وحصور ثقيف المدح والأفعال والخالق محشمها قبيلة من بني سفيان من ماضي زمن وحصور ثقيف المدح والأفعال والخالق محشمها لنا تاريخ بخربه ومجد في الكتب مصدور هذا علما وتعرف العرب من غير نعلمها لنا تاريخنا بخربه ومجد في الكتب مصدور هذا علما وتعرف العرب من غير نعلمها ولا نظم حقوق القبائل مجدها مذكور لها مدح ولها مجد ولها فعلا يعظمها ولا نظم حقوق القبائل مجدها مذكور لها ولها مجد ولها فعلا يعظمها ولا نظم حقوق القبائل مجدها مذكور لها مدح ولها مجد ولها فعلا يعظمها الرجز من البحور القديمة في الشعر العربي استخدم بكثرة في الشعر الجاهلي واستمر حتى يومنا هذا فهو في الأصل فن شعبي امتاز عن غيره من فنون الأدب بغرابة ألفاظه ووحدة موسيقاه وقلة أبياته وقصرها فهو شعر مرتجل يؤدى بكلام قصير وموزون ومتوالي القافية وبصوت رفيع ولهذا أحببنا أن يكون هذا الموروث متواجداً في حفلنا إذ يتمثل في راجزين مميزين في شعر الرجز لهما مشاركات عديدة مع القبيلة والقبائل الأخرى يمتازان بقوة شاعريتهما وحكمتهما في استنباط المعنى والرد عليه نترككم الآن مع فقرة الرجز من أداء الراجز الكبير عويمر بن عمير السويعدي والراجز عايد بن رداد السويعدي يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا مرحبا ترحيبة مبداها الطيبة والتقدير منا منا حنا هلا الوقفات حنا حنا لك على التاريخ وانقى
يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا مرحبا ترحيبة مبداها الطيبة والتقدير منا منا حنا هلا الوقفات حنا حنا لنقال التاريخ ونقلنا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا حنا ثقيف ثقف عرب وقواها ما ننحني فوق العلا منزلنا يا راوي التاريخ لا تجهلنا كل الصعاب احنا تعدنا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا حنا ثقيف ثقف عرب وقواها ما ننحني فوق العلا منزلنا يا راوي التاريخ لا تجهلنا كل الصعاب احنا تعديناها يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا يا لا لا يا لا 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 يا 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 لا لا فحلال قوم شيدت مبناها مبنى كرم ما فيها شك وظن فيها فيها الشحم والكيفه لبنا كل في قدر ضيوفها وعناها يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا لا فحلال قوم شيدت مبناها مبنى كرم ما فيها شك وظن فيها الشحم والكيفه لبنا كل في قدر ضيوفها وعناها إحلال قوم تنذكر باسمها سواعده يلي تنشد عنا على سوايرنا كما ما كنا نرقى ونبدي ما نقص مبداها يا لا لا يا لا 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 يا 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 لا يا لا لا يا لا لا حفلة قوم تنذكر باسمها سواعده يلي تنشد عنا على سوايرنا كما ما كنا نرقى ونبدي ما نقص مبدانا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا هم ظل راس في الرخا والشدة حماية المقف عتاد عدة زبنة الدخيل وحربة الحرابة يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا شجعة في كل وحال
شجعانا ما ارتدت نهار الردة حتى لو ان الروس ما مندة تطاول الوسطى على السباب. يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا. أوبريت ثقيف المجد من كلمات وألحان وأداء الشاعر عايد بن رداد السويعدي والشاعر ماجد بن حميد السويعدي. يقلط على التكميل هيلا وبنا. يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا. يا مرحبا في حفل ربع المسمين بضيوفنا اللي جات منا ومنا. يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا. يا مرحبا المقام اللي جمع من كل دار وديره مرحبا حياكم.
يحصل عندنا تقديره من غلاه باشره بالطيب قبل الدل ضيف شرفنا يحصل عندنا تقديره من غلاه باشره بالطيب قبل الدل حلة الجلال لها بين القبائل سيره ضيفنا لزارنا نستقبله ونجل حلة الجلال لها بين القبائل سيره ضيفنا لزارنا نستقبله ونجل عزوة اللي في المواقف يشعلون النيرة ما عليها مستحيل وكل صعب تحل عزوة اللي في المواقف يشعلون النيرة ما عليها مستحيل وكل صعب تحل مدنا من كل غالي ما نقدم غيره من حضر يشهد على دق الكلام وجل مدنا من كل غالي ما نقدم غيره من حضر يشهد على دق الكلام مجدنا لو فسره ما ينحصي تفسيره مجدنا مرفوع ما يقفاه نقص وخل مجدنا لو فسره ما ينحصي تفسيره مجدنا مرفوع ما يقفاه نقص وخل من رجال تحترم قدر الخوي والجيره والمذاهب عامره والناس بولو مل من رجال تحترم قدر الخوي والجيره والمذاهب عامره والناس بولو مل يالله إن طالبينك في العفو والخيره والله اكبر خيرا من كثر الكلام وقل يالله إن طالبينك في العفو والخيره والله اكبر خيرا من كثر الكلام وقل يالله إن طالبينك في العفو والخيره والله اكبر خيرا من كثر الكلام وقل يا لا 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 يا لا 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 هلا يا مرحبا ترحيب تنتقل
أيها الحضور الكريم، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أبت القبيلة ممثلة بالشيخ مطير مطر السويعدي إلا أن تتقدم بالشكر والعرفان لكل من كان لهم دور بارز في خدمة القبيلة، إما بإصلاح بين الناس أو تقديم الخدمات والمشورة والنصيحة لأفراد القبيلة. بعضهم انتقل إلى رحمة الله تعالى، وبعضهم والبعض الباقي عايش بيننا. يتقدم الشيخ مطير بن مطر بتكريم كل من المرحوم بإذن الله تعالى الشيخ عمير بن مبارك السويعدي، يستلمها نيابة عنه ابنه الشيخ حامد بن عمير. المرحوم بإذن الله تعالى الشيخ بشيت بن عايش السويعدي، يستلمها ابنه الأستاذ عبد الله بشيت السويعدي. الشيخ ضحيان بن عبد الله السويعدي، يستلمها ابنه الأستاذ حسن ضحيان. الشيخ معاضد بن علي السويعدي، الشيخ عمر بن علي السويعدي، الشاعر المرحوم حمود بن حامد السويعدي، يسلمها نيابة عنه ماجد حميد السويعدي. الداعمون للزواج الجماعي، يتشرف شيخ القبيلة واللجنة المنظمة بتكريم الداعمون لهذا الزواج الجماعي، وتتقدم لهم بجزيل الشكر والعرفان لدعمهم ماليا ومعنويا. الشيخ خلب بن محمد السويعدي، استلم استلم محمد، استلم استلم الهدية. أبناء الشيخ المرحوم بإذن الله بشيت بن عايش السويعدي، يستلمها نيابة عنهم رجل الأعمال سعد بشيت السويعدي. الشيخ رد رداد السويعدي، أيها الحضور الكريم، أقدار الله على خلقه كثيرة، فهذا أصم لا يسمع، وذاك أبكم لا يتكلم، وآخر كفيف لا يرى، فأناس منهم أصابهم الإحباط والعجز واستسلموا لما أصيبوا به، وآخرون على النقيض تماما، فكانت إعاقتهم سبب نجاحهم. ومن هؤلاء أحد أبناء قبيلة السواعدة، والذي شاء الله أن يكون كفيف البصر، ولكن بتوفيق الله استطاع أن يكون من حفظة كتاب الله الكريم. نسأل الله له ولوالديه التوفيق والسداد. إنه الشاب خالد عايش السويعدي. أيضا أمامنا أحد شباب قبيلة السواعدة الذي ضرب أروع الأمثلة في التضحية بحياته لإنقاذ حياة أخرى، فتبرع بإحدى كليتيه. إنه الشاب فواز عمار السويعدي. وما زال التكريم مستمراً مع نخبة من الشعراء المشاركين والإعلاميين. الشاعر ناصر بن دغش القحطاني، الشاعر ياسر بن عبد الله السفياني، الشاعر عويمر بن عمير السويعدي، الشاعر عايد بن رداد السويعدي،
الشاعر ماجد ابن حميد السويعدي، الشاعر شرب بن مقبول السويعدي، الصحفي الأستاذ عبد الرحمن بن سعيد المالكي، الشاعر عبد الرحمن شداد السويعدي، الشيخ زايد عمير السويعدي، كما يتقدم شيخ القبيلة بتكريم أعضاء اللجنة المنظمة لهذا الزواج الشيخ سعيد بن عبد الله السويعدي. نرحب بضيوفنا من دولة قطر، نقول لكم حياكم الله ويا مرحبا، شرفتمونا، الله يحييكم. الأستاذ منصور ربيع السويعدي، أحمد عبد الرحمن شداد، الأستاذ حاسن مرزوق السويعدي، الأستاذ أحمد بن مشيت السويعدي، الأستاذ صغير بن حماد السويعدي، والأستاذ غازي بن رداد السويعدي. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا. مرحبا ترحيبتين بالقريب وبالبعيد، عد ما لاحت فروق المطر في خيالها. مرحبا ترحيبتين بالقريب وبالبعيد، عد ما لاحت فروق المطر في خيالها.
تزين وقمنا دون الشكر والمواقف ما نحسب متاعبها مرحبا الله يحييكم شباب وشيب ليلة طيبة والله ما طيبها مرحبا الله يحييكم شباب وشيب ليلة طيبة والله ما طيبها كل ضيف اللي فايق لطع على الترحيب ولا جاود ما نكسر مطالبها كل ضيف اللي فايق لطع على الترحيب ولا جاود ما نكسر مطالبها حل الرجال يدرج هادي للطيب عزوة بالكرم كل مجربها حضر يا جيد التكميل والترتيب المواقف لأهلها اللي ترتبها من حضر يا جيد التكميل والترتيب المواقف لأهلها اللي ترتبها والله إني في خدمة عزوتي ما غيب والقصايد لي وجستهذبها والله إني في خدمة عزوتي ما غيب والقصايد لي وجستهذبها وزهمنا بردة معانا تجنيب لو الأرواح تفنى ما نحسبها وزهمنا بردة معانا تجنيب لو الأرواح تفنى ما نحسبها عزوتي في المواقف ما تبى تجريب سمعتي في المواجب ما تخيبها عزوتي في المواقف ما تبى تجريب سمعتي في المواجب ما تخيبها والنسب من بين سفيان عز وطيب والمدايح لحاضرها وغايبها والنسب من بين سفيان عز وطيب والمدايح لحاضرها وغايبها والنسب من بين سفيان عز وطيب والمدايح لحاضرها وغايبها تكريم مقدم لشيخ القبيلة الشيخ مطير بن مطر السواعدي من مركز التنمية الاجتماعية بالشفا يقدم الأستاذ عبد الله بن سعيد السفياني تكريم مقدم لعرسان وفرسان هذه الليلة الشاب عايش بن سالم السواعدي الشاب فيصل بن حمود السواعدي الشاب أحمد بن رداد السواعدي الشاب سامي بن حاسن السواعدي الشاب عبد العزيز بن ضحيان السواعدي الشاب بندر بن حميد السواعدي السفياني الشاب مشعل بن سعود السواعد السفياني الشاب ساعد سعود السواعد السفياني الشاب أحمد بن سعود السواعد السفياني الشاب مغبش بن منير السواعد السفياني الشاب رايد بن ردة السواعد السفياني الشاب عبد العزيز بن عابد السواعد السفياني الشاب محمد بن سحام السواعد السفياني الشاب سامي بن سالم السواعد السفياني الشاب صالح بن سليمان السواعد السفياني الشاب طلال بن عابد السواعد السفياني الشاب محمد بن صالح السواعد السفياني هدية مقدمة من حميد بن جابر السواعدي إلى العريس عايش بن سالم السواعدي السفياني
كما نشكر جميع الجهات الرسمية والحكومية المشاركة في حفل الزواج الجماعي الأول لقبيلة السواعدة. الشاعر محمد الحساني يتوجه المسرح لاستلام هديته. مندوبية هدايا مقدمة للعرسان ولشيخ القبيلة الشيخ مطير بن مطر وللجنة المنظمة للزواج الجماعي، مقدم من مندوبية الدعوة والإرشاد بالشفق. هلا يا مرحبا ترحيبة تقدير بضيفنا ضيوف شرفتنا فالمقام الله يحييها ضيوف شرفتنا فالمقام الله يحييها. هلا يا مرحبا ضيوف شرفتنا فالمقام الله يحييها. هلا يا مرحبا Yeah.
تنسى الله يا العتيب والسوالف من وراء عمان. الله تنسى الله يا العتيب والسوالف من وراء عمان. نبى بعض المعاني الحاضرة تعجب معانيها. Yeah.
النار يطف النار لو دخناها في العرش المعقودة Oh,
أشوفك رابع الثنتين كأنك ذال ذال الغار أشوفك رابع الثنتين كأنك ذال ذال الغار ولكنك تدعو والثقاف القلب مفقودة
سلام الضارة الله الله على كالمزن قاميه اللي ما هو ترجف رعوده على كالمزن قاميه اللي ما هو ترجف رعوده على شريطك لا تفر والمعاني والقلوب اسرار شريطك لا تفر والمعاني والقلوب اسرار وانا اعرف القناه اللي تجيب اخبار موقوده تمشي الحيلة هذه مستحيلة
السالفة واضحة والحصن معمورة، ونغطي السالفة بأحسن وسيلة. بس ما عنده حقيقة وش مشغل بالي، بس ما عنده حقيقة وش مشغل بالي، فالحلغنة ما عنده بس ما عنده حقيقة وش مشغل بالي. درب درب ودي انه ينصر المظلوم لو برساله، ودي انه ينصر المظلوم لو برساله، كيف ما يقدر يساعدني وحال حالي، كيف ما يقدر يساعدني وحال حالي. كيف ما يقدر يساعدني وحاله حالي، المظلوم برساله، كيف ما يقدر يساعدني وحاله حالي، ودي انه ينصر المظلوم برساله. انت اللي من شغل بعمامته وعقاله، ولا تشغلني احداث الزمان التالي، لا تشغلني احداث الزمان التالي. انت هاللي من شغل بعمامك وعقاله، ولا تشغلني احداث الزمان التالي. انت هاللي من شغل بعمامك وعقاله، ولا تشغلني احداث الزمان التالي. انت هاللي من شغل بعمامك وعقاله.
انفصل جوالي ارفه واتصل به ينفصل جوالي يا بني سفيان الله ما عرف جوالي ينفصل جوالي يا بني سفيان الله ما عرف جوالي والله اني اتصل به ينفصل جوالي يا بني سفيان كيف ما تزعل منه وانت مدير اعماله ولا انا يا ابو نجا ما هو مدير اعمالي ولا انا يا ابو نجا ما هو مدير اعمالي ما تزعل منه وانت مدير اعماله ولا انا يا ابو نجا ما هو مدير اعمالي لو تزعل ما يسوق إلا جماله ما يسوق جماله يسوق إلا جماله غريب اللي معطر يسوق جماله غريب اللي معطر يسوق جماله ما يسوق إلا جماله ما يسوق جماله الغريب اللي معطر يسوق جماله ما يسوق الغريب اللي معطر يسوق جماله تدري ان العيد يعلن في سدير هلاله وانت لو انك تشوف الجد يقيس هلالي واليميني من تكرم والشمال شمالي هلي من الشمال شمالي ولا زمان مال من يعقبه شاف العقبة في عياله من يعقبه شاف العقبة في عياله وانا بعرب والدي وانظر لبر عيالي شرهت البن الخضر ما هي على فنجاله شرهت البن الخضر ما هي على فنجاله تحسب الشرها على اللي يشرب الفنجال يا كفنجال اللي يشرب Thank you.
كلنا لا من جال لو حاطيتك بالنايم كنت اشرب في الغياله انت طيب يا عباد وتقتل طوالي قدر المسلم ترى المسلم حرام قتاله قدر المسلم ترى المسلم حرام قتاله وانت ما تمسك معك صحبة ثلاث ليالي قدر المسلم ترى المسلم حرام قتاله الحواس الخمسة عندي كلها شغاله الحواس الخمسة عندي كلها شغاله وان بغيت اقنعك دفيتك بمبلغ مالي شباب جونا من الوسطى وجونا من الشرق مرة على المعنى ومرة
كيف ما فكر وانا عارف مكاني كيف ما فكر وانا عارف مكاني نهري عجيلاً يحلون الصعيبة نهري عجيلاً يحلون الصعيبة كيف ما فكر وانا عارف مكاني جوكم من المقف وجوكم من عطيب والله اعتبرت وحاسل أمم واجيب أبا اعتبر أخوة الذيب الأذيب تصبح صباح الخير كل ما في القلب يبدي هالإنسان كل ما في القلب يبدي هالإنسان أدري إن القرح شاعر مصيبة وأنا لأن القرح شاعر مصيبة كل ما في القلب يبدي هالإنسان أدري إن القرح لا تعوق الفتنة وبعد البعد لا لا خلا خلا أول ما يصدم راسها ومسلم تصبح صباح الخير تمشي بالصبح يا العتيبة لا تدور علم
احسب حسابك وانتبه يا العبيدي على تراني بالموالي فزيدي ينفذ رصيدك قبل ينفذ رصيدي تصبح الخير تمسي مسافي لا تسأل الناس وعيونك تراني اغتنمها قبل لا تحمل حديدة اغتنمها قبل تعقب المصيبة مرة زي كذا قبل 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 انا ادري ان الفتنه اعظم من الفتنه وانا اقدر امدك بالسطول ورات الفزع صباح الخير تمسك لا تقول ان العرب دايم خوالي لا تقول ان العرب دايم خوالي انت شخصيتك يا حامد غريبة انت شخصيتك يا حامد غريبة انت تقول ان العرب دايم خوالي عباد من طيبه على نفسه اثر وقامت عياله فالمناطق تناثر والواجب لا تنقرض ما تكاثر مدري صباح الخير انت مثل العود الازرق في ثواني انت مثل العود الازرق في Yeah, I love-
ما يا رجل لا مزعن وما الطريبة الناس قالوا لي فلا حبنا ريبة ما يا رجل لا مزعن وما لكن دورة الليالي مخيبة تصبح صباح الخير كثرت على مراض في كل الزمان كثرت على مراض في كل الزمان وانت شق من مالك طبه طبيبه وانت شق من مالك طبيبه خطار
ثاني. يا لا 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 مع بني سبيان قوم العوايد والسلوم لحية ما تقبل العظيمة تستاهل قوم يا ابو صخر ذا الحين واطن العلوم من حدايدنا ويلزم قبل ما قبل مع بني سبيان قوم العوايد والسلوم حيث ما تقبل العذر ما تستاهل عينانا بالقبل والمفتاح عينانا بالقبل والمفتاح والحراميين ملزومة يا سحول للمواجب فالزوق فو كلكم قولوا لنا الشكر ونقول العفو والقبيلة كفوة ومطر ابو ردك فو لحية ما تقبل العذر ما تستاهل معك بسولف وانا مرتاح علم اللي يفرق السماء علم اللي يفرق السماء علم اللي يفرق السماء علم اللي يفرق السماء العميل اللي يبعي بسنة وانا عرفه ما يقل يوم واحد مثل يوم عرفه والحدود حدود والحد محفوظ طرفه لحية ما تقبل العذر ما تستاهل لا تعارض لجنة الاصلاح يا فهيم اصحى من النوم
أنت ما ترضى بالإصلاح في وقت المضى من جاتك غصب من فوق ما يبرضى خابرك قدام ما تشبه إلا بالفضى أنت ما ترضى بالإصلاح في وقت مضى من جاتك غصب من فوق ما هي بالرضا أخبرك الله خبرك ما تنظر إلا بعينك للفضا لحيت ما تقبل يا هذي الأذبال كم تمسح وإن سادح في فيت الدومة قام تقدر المواعيد وقدر الصدف كل ليلة تهدف إنسان ما عنده هدف لاعب في مخه إبليس ملعون الجدا حيت ما تقبل ما تشتهي قام تقدر المواعيد وقدر الصدف كل ليلة تهدف إنسان ما عنده هدف لاعب في مخه انت بعدي غافل ما عرفت القارحي انشدوا في بنك الاهلي وبنك الراجحي لحيت ما تقبل عذر ما تستاهل ما رضيت الله كلها في صالحي وانت بعدي غافل ما عرفت القارحي انشدوا انسدح يومين لك الراحة انسدح يومين لك الراحة اشفت تمسح جرث أمه اشفت تمسح جرث أمه انسدح يومين لك الراحة يا المطوع خل عقلك مع العالم مطيع لو ناويت تهدم مجاهد
تشيري بالحر والشر يا زهر الربيع لعية ما تقبل العذر ما تستاهل لا تعرض مدفع السفاح لا تعرض مدفع السفاح تعترض للموت وتسومه أبوك حنان ابني المجد ونحب الشموخ وانت خبل الله سمع رمية البند يدوخ ما تغيرنا جروس الشيوخ ابن الشيوخ لحية ما تقبل العذر ما تستاهل قولي يا رزاق يا فتاح الخطوط الحمراء مسمومة الخطوط الحمراء مسمومة قول يا رزاق يا فتاح قول يا رزاق يا فتاح الخطوط الحمراء مسمومة قول يا رزاق يا فتاح يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا هنا 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 اسحب العيال اسحب حلا ابنها ما ضاع الوال ام معروف ابنها 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 يا عباد لان كنت تشوش ابنها احمد الله يوم تاخذ من الشهدنا لحيت ما تقبل العذر ما يا الله استر لا تروح ارواح يا الله استر لا تروح ارواح والعرب بالحكم محكومة والعرب بالحكم محكومة يا الله استر لا تروح ارواح والعرب بالحكم محكومة يا الله استر لا تروح يا لا 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 ما تقبل العذر ما تستاهل لا تقول اني خبال وانا شاعر محترف لا تروح بك النذالة وما حد انجرف دينكم يا اصحابنا فالزمن لا يختلف لحية ما تقبل العذر ما تستاهل لا تقول اني خبال وانا شاعر محترف لا تروح بك النذالة ومنها تنجرف دينكم يا اصحابنا فالزمن لا يختلف لحية ما تقبل العذر ما تستاهل يا جودي خل البشر وارتاح يا
يا جودي خلى البشر وارتاح والصقر ما يشبه البومه يا جودي خلى البشر وارتاح والصقر ما يشبه البومه سوي دوا بيا الله تسوي سوا ما يرحنا ناكل التمر ونطش النوى طيب سوي دوا وجه سوي دوا بيا الله تجمع سوا ما يرحنا ناكل وانت لا تشره على اللي طبخ واللي شوى حيت ما تقدر العذر ما تستاهله سود الله بيض الله تجمع سوا ما يرحنا ناكل التمر ونطش النوى وانت لا تشره على سود الله بيض الله تجمع سوا ما رحنا ناكل التمر ونطش النوى وانت لا تشرح على اللي طبخ واللي شوى لحيتك لو تقبل العذر ما تستاهله الغني مهضاوي يا بمراح أنا بنفطر على ثومة أنا بنفطر على ثومة الغني مضاوي يا بمراح أنا بنفطر على ثومة عوش عوش دايم الخذلان ما يركب إلا المنخذل والولد يستاهل السيف الأرقب والبدل والنادل مهما حصل يدري انها اكبر نادل حيت ما تقبل العذر ما تستاهل النادل يا عنك ما يعتبر نفسه نادل والولد يستاهل السيف الارقب والبادل دايم الخذلان ما يركب الا المنخذل لحيه ما تقبل العذر ما تستاهل انت تحت المخلب الجراح تحت المخلب الجراح خش جنب عباد بدومه الغضب خلاك تخطي على الضيف الكريم والله انك يا ابن من قاشم انت بالرجيم مرت ازعل كل ما تذكر الشي القديم لحيت يعني ما تقبل العذر ما تستاهل ايه ما كل اللي على الافراح حربت الأيام مسمومة حربت الأيام مسمومة هيه ما كل الليالي فراح حربت الأيام مسمومة بيض الله وجيهكم وألف شكر للشعار والصفوف الحضور الله يبيض وجيهكم